معانا اسئله عايز حضرتك تختار منها بعد اذنك. يعني فين الاسئله يا جماعه؟ نختار من الاجابات. مدرب اجنبي ندمت على العمل معه، ستراكا ولا فيلوني؟ ستراكا. ليه بقى؟ لان كنت مخلص ليه جدا بعد ما كسب الزمالك الماتش اللي كان 3 كنا مع بعض. لقيته طالع الاتوبيس ما بيكلمنيش ولا بيعمل حاجه، واتصل بفرج عامر مره واحده كده، المهندس فرج عامر قال له انا مش عاوز ميمو عبد الرازق. بس اكيد حد وقع ما بينكم. حصل. عمل انا كانت النتائج وحشه، فقلت له حضرتك روح اطلع مع اللعيبه واقعد معهم لوحدك، ما تجيبنيش ولا تجيب المساعدين ولا تجيب مدير الكره. ليه حضرتك قلت له كده؟ قلت له عشان في بلبله، كراجل مدرب عام حاسس ان في بلبله، فاقعد معهم وطلع منهم اللي انت عاوزه. نزل قال لي بعد اللاعبه ما كانتش بتلعب باسامين معايا، قالوا له خلي بالك بيعمل وبيعمل وبيعمل. قالوا له كده؟ بكلمك بقى اثنين لاعيبه عارفهم لغايه دلوقتي بالاسم، وربنا بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل. اتفرج عامر كلوب بالليل قال له مين قاعد؟ رجع لي تاني، كنت بعمل كل الشغل بما يرضي الله، واقف اقول كذا 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 كذا، فبعمل له الشغل. وبعدين هو بعد كده اشتغلت معاه، رجع لي تاني، وبعدين هو اللي مشى. عملت ايه طب مع الاثنين لعيبه دول؟ عرفتهم بس انا ما قلتش حاجه، ما قلتش لحد حاجه لغايه دلوقتي اساميهم. صحيح. واثنين كبار جدا ومعروفين. صحيح. افضل مدرب في الموسم الماضي كولر ولا باتشيكو؟ باتشيكو كويس، بس كولر طبعا كمحصله بالبطولات او الكلام ده، ودافع برضه بمجموعاته كويس، لان باتشيكو معاه فرقه كويسه جدا، معاه سكواد كويس قوي قوي. انا بصراحه مش بقول كده، انا بقول هو ياخد دوري. لا انا بصراحه بالنسبه لي احسن اتنين مدربين السنه اللي فاتت بكل صراحه طارق العشري وعلاء عبد العال. بامانه؟ كلام مظبوط والله. والله لا يعني طارق العشري وعلاء عبد العال عملوا حاجه طفره غير طبيعيه. بص علاء عبد العال عمل حاجه اعجاز، معجزه من المعجزات دي، من معجزات الكوره. انت رايح بتلعب على يعني اسوان التعادل محافظه قاعده في الدوري، علاء يكسب 4-2 والمحله حرس الحدود بره اللعب اللي هي الحته بالنسبه لهم، والمحله تتغلب حتى مش التعادل او الكلام ده، وتلف كانت اقرب فرقه غير الموضوع ده الداخليه تنزل. كانت الداخليه، وكان في فرقه كمان بس بعدت بماتش بيراميدز. مين اللي هي عملت ماتش سيراميكا؟ سيراميكا ماتش بيراميدز عدى 33. خلاص ماتش سيراميكا الماتش الموقف بالنسبه لنا صعب. خدت بالك؟ فكانت الاربع فرق زي ما هو الخمس فرق، فهو يعتبر عمل اعجاز. طارق العشري من المدربين المحترمين جدا، عمل حاجه حتى انا استغربت في موضوع فاركو قبل ماتشي. يعني قبل ماتشي ما طارق العشري بكلمه، الراجل متحفظ، قال لي انا مشيت والكلام ده وبتاع، فقلت له والله بركه يا جامع عشان اعرف اكسب فاركو. فرحت قمت كسبان فاركو 3. كلمت كابتن طارق يعني؟ على طول. هو صديق شخصي ليا بصراحه، راجل محترم يعني. وانا كابتن طارق حبيبي يعني، راجل طارق ابن حلال.